سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ناظرین، اگر آپ یہاں آپ اپنے بچوں کو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.